بعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة الرجل طبعا بالنسبة للحج الأفضل أنك تقصر إذا رايح الحج، تقصر من شعرك تخفيف كامل اللي هو تواليت احنا نسميه، زين تأخذ من جميع شعرك، المرأة تأخذ عن يمين وعن يسار ومن الخلف أو عن يمين وعن اليسار أو من الخلف فقط، الأمر في سعة، تأخذ بقدر الأنملة، هذه الأنملة الأصبع فيه ثلاث أنامل، فتأخذ بقدر أنملة من شعرها المرأة، والرجل يأخذ من جميع شعره يخفف ثم حتى يستعد بعد ذلك الحج. فإذا أخذ من شعره فقد تحلل، انتهت العمرة هنا، وينتظر حتى يأتي يوم الحج.